اقول لحضرتك حاجه بس، وده تبقى يعني ايه بالنسبه لي انا، انا شايف ان احنا لو فضلنا كده لن نصل الى ابعد من دور ال 16 او ال 8 بالكثير. بس خلينا لو قابلنا خلينا خلينا مصر كلها بتقول كده يا اسلام. لا ما هو ايوه بس يعني ما حدش بنقولها بينا وبين بعض. لا اديني علامه كمان وبقول لك انا بنقولها بينا وبين بعض. لكن ده لازم تبقى صدمه للعيبه، لازم يعرفوا اللاعبين والجهاز الفني، لازم يقلقوا، لازم يقلقوا، لازم يتحرروا ان الفتره اللي جايه فتره صعبه ومباريات صعبه. دور ال 16 هتلاعب يعني جنوب افريقيا او كينيا. جنوب افريقيا خلي بالك نفس المستوى، نفس مستوى اوغندا ونفس مستوى كونغو. انت البطوله الحقيقيه بتاعتك من دور الثمانيه. ايوه من دور الثمانيه بقى تبدا بقى البطوله بتاعتك الحقيقه، هتلاعب مين وهتلاعب ازاي. اقوى والحمد لله احنا هنلعب في الاستاد برضو يعني